تعرف مقرها غيات الهلالي غيات الهلالي اليوم يوم الغيب وفزاع عن طرهم فزاع عن كحهم فزاع تحفهم بالذهب تهانيها للعاصمة وهجرها جماهيرها محبيها أيام الشبابي أيام نيران أيام إعمار أيام تكريم وأيام العديد والعديد من الرموز هكذا هي حبوبة صاحبة الرمز بالنوعية الفريدة لا يأتي بها إلا الفريد محنا مع المركز الثاني لهجن العاصفة مع غيات الهلال زمول الشيوخ ها سلام الله غنا سلام عمر بداية نقول لكم الناموس على هذا التميز وهجن العاصفة يعني جماهيرها اللي كانوا ينتظرونها اليوم شافوها في أحسن وقت في هذا المهرجان والله الحمد لله العاصفة أدت وأعتقد بعد أن حتى هجن الرياسة وبتشوفنا إن شاء الله في المراكيض الجاية طول العمر نحن من البارحة متنومسين مع مسافة واللي كان يعني منومس دولة الإمارات اليوم هذا التتويج هو اللي ينحسب لدولة الإمارات وهذا اللي نشوفه والله نحن نشوف الشعب الإمارات وقادة الإمارات دائما يتمنون المركز الأول في كل المحافل فإن شاء الله أن يستمرون للمركز الأول في كل المجالات إن شاء الله طويل العمر نحن يمكن في أول المهرجان في أثناء اللقاء عندك يعني أنت قلت أن السن الصغير راح يكون له كلمة أكثر بما أنكم أنتوا يعني من خلال تواجدكم الدائم هو الأقوى واللي يمكن ينافس مش نفس السن الكبير لكن اليوم نحن نشوف تواصل التميز في هذه الأعمار والله أنا ما أقدر أقول أنه الكبار أدى مثل الصغار ولكن نحن بعد الإذاعة ركزنا على السيف فكان تركيزنا الأخير للسيف طويل العمر نحن اليوم خلصنا هذا المهرجان مقبلين على مهرجان ختام الوثبة خلال الأيام الجاية شو توعدون جماهيركم محبين هجن العاصفة نحن دائما أنا دائما أوصي بالابتسامة ودائما بنكون إن شاء الله مبتسمين ودائما بنقدم الأفضل إن شاء الله نحن نتمنى لكم التوفيق وهذا أكبر فخار وأكبر فرح يوم نشوفكم أنتم وعودة مؤسسات هجن العاصفة والرئاسة للمنافسة هذا هو أكبر فرح لأهل الهجن طبعا هذه المؤسستين يعني مثل ما قلت أنا سواء خسرت أو فازت في نفس اليوم هي ناجحة بكل المقاييس في الأيام العديدة يعني ودائما هذا التكاتف بين الرئاسة والعاصفة بيكون موجود ودائما بتشون التنافس الحلو إن شاء الله شكرا